بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء الثاني من القرآن بتقابلنا آية فيها ثلاث كلمات: البأساء والضراء والبأس. الآية دي رقم 177 من سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيوصف المؤمنين بصفات كتيرة، وكان من ضمن الصفات دي الصبر. فبيقول سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والأول وهلة بنفتكر إن البأساء والضراء وحين البأس معناهم واحد، وده طبعا مش صحيح، لأن البأساء مقصود بها الفقر، ولأن الفقير محتاج دايما للصبر، لأن الفقر بيسبب له ألام نفسية وبدنية. فبتلاقيه لما يشوف حد عايش كويس يتألم ويحزن، ولما يجوع هو وعياله يتألم ويحزن، ولما يأكل أكل أي كلام يتألم ويحزن، ولو اتعرى وملقاش حاجة تستره يتألم ويحزن، ولما يفكر في المستقبل يتألم عشان عارف ان ما معهوش حاجة لا ليه ولا لعياله من بعده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سماه البائس الفقير، وقال أطعموا البائس الفقير، وأمره هو بالصبر والاحتساب على البلاء ده. أما الضراء فمقصود بها المرض، ولأنه أصعب شيء على الإنسان إن صحته تروح منه. مفيش دليل على كده أكتر من دعاء سيدنا أيوب اللي بيقول فيه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما البأس فمقصود به الحرب والثبات أمام العدو، عشان الراجل اللي بيحارب بيضحي بأغلى شيء عنده وهي نفسه. التلات أصناف دول فيهم بلاء وشدة، وعشان كده ربنا أمرهم بالصبر وسماهم الصادقين والمتقين. اللهم وسع على عبادك الفقراء، وحنن قلوب الأغنياء عليهم، واشف كل مريض، واكفينا شر الحروب. آمين يا رب العالمين. وإلى اللقاء مع كلمة قرآنية جديدة بنفهمها غلط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.